دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على القول بأن الصراع مع الخصوم يجب أن يكون عبر صناديق الاقتراع، وكان يطالب باحترام الدستور والمهل الدستورية حينما تطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة. لكن أردوغان لم يكن يلتزم بالمهل الدستورية إلا حينما تخدم مصلحة حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه. عندما خسر حزب العدالة والتنمية انتخابات يونيو 2015، عمد أردوغان إلى إلغاء نتائج الانتخابات ودعا إلى انتخابات مبكرة بعد 5 أشهر فقط ليعود الحزب بعدها إلى السلطة. وفي يونيو 2018 جرت انتخابات مبكرة أيضاً رئاسية ونيابية ليتم انتخابه رئيساً بموجب التعديلات الدستورية التي أقرت قبل سنة من ذلك. لم تقتصر عملية مسخ الديمقراطية على صناديق الاقتراع، ففي يوم 19 من أغسطس 2019 شهدت تركيا حدثاً لا مثيل له في تاريخها الحديث، حيث تم إقالة 3 من رؤساء بلديات كبرى هي ديارباكر وماردين وفان بعد 4 أشهر فقط من انتخابهم ديمقراطياً في مارس 2019 وتعيين آخرين بدلاً منهم بدعوى مساندة الإرهاب المسلح أو تحقير الرئاسة والوطن. ومن لم يتهم بدعم حزب العمال الكردستاني أو تحقير الرئاسة والوطن تم التخلص منه برفض الاعتراف بنتائج الانتخابات وإعادتها، كما حصل مع مرشح حزب الشعب الجمهوري لرئاسة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي فاز في انتخابات 31 من مارس الماضي. قرار إقالة رؤساء بلديات ديارباكر كبرى المدن التركية وماردين وفان انقلاب حقيقي على الديمقراطية التي يتشدق بها أردوغان وحزبه وتدثر بعباءتها المزيفة. بعد كل الذي جرى، هل يمكن لأحد أن يصدق أو يؤمن بأن تركيا أردوغان تطبق الديمقراطية؟